الذي عزته فوق الأقوياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم من يشاء، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قدوة الشهداء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا محمد الذي أرسل إلى الأغنياء والضعفاء وعلى آله وصحبه أولي الأصفياء. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، أما بعد فيا أيها الناس دوقوا إسلام وتوتو نعمة داني يا مجمع يتو pindipo wakipata malezi bora ima kutoka kwa baba au kwa mama, ndipo ukawa na makundi mawili ndani ya majumba. Nyumba ya kwanza huitwa Baitur Rahman, yani nyumba ya Allah mwenye rehema, na nyumba ya pili huitwa Baitu Shaitan, yani nyumba ya shetani. Ndugu Waislamu, nyumba hizi ni kama mbingu na ardhi, hazikai pamoja. Ndipo sasa unaona watoto wadogo wa kiume wanaharibiwa sehemu za watoto wa kike. Sababu ni nini? Tuko katika maisha ya gharibi, tunaiga mila za Kiyahudi. Hajakosea yule msemaji pale aliposema wahini kabla ya kuzama baharini. Maana ya msemo huu ni kwamba mtoto alelewe katika mavazi yenye heshima angali mdogo, kupewa elimu ya dini angali mdogo, kufundishwa namna ya kumheshimu mkubwa angali mdogo, namna ya kula vizuri na kuheshimu wazazi na walimu, na kutokuwa na kiburi kwa watu, na kujali mambo yote yenye maana, pamoja na kuwapenda mafukara na masikini. Yote hayo angali mdogo. Basi hapo ndipo jicho lako litatulizana kwa wanao. Na haya ndiyo malezi aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa vile tunampuuza, haki yetu kutukanwa na watoto, haki yetu kujibiwa ujeuri na watoto, haki yetu kupewa au kuzidiwa maamuzi yasiyokuwa na faida kwa watoto wetu, na haki yetu tupate presha na maradhi ya koo kwa sababu ya watoto hawa. Na hii yote inatokana na sisi kuwa tumewalea watoto baada ya kuzama kwa jua. Tunamwomba Allah atuhidi sisi na watoto wetu na atusaidie tunaposhindwa. Amin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yakul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على
صل وسلم على سيدنا محمد الذي ابتدى به الحق في المغارب والمشارق، وعلى آله ما له وميث بارق، وعلى الخليفة من بعد المختار، وأكمل المهاجرين والأنصار، ثاني اثنين هما في الغار، خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، الثابت في الضيق، خليفة رسولك سيدنا أبي بكر الصديق. وعلى آدم الأصحاب وردت الأحباب، الناطق بالحق والصواب، بلغ الفضائل من كل باب، الذي رأيه موافق للكتاب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. وعلى ذي النورين الذي هجر الهجرتين، الشهيد المشهود باليقين، المعتدل عن الفتن في الدين، محيي الليالي بتلاوة القرآن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. وعلى الزاهد الولي صاحب العزوج القوي، حامل اللواء المحمدي، مظهر العجائب، أنيس النبي في النوائب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وعلى السيدين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى الشيخين المقربين المطهرين من الأجناس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس، وعلى أزواج نبيك المطهرات، وعلى فرق المهاجرين والأنصار وتابعيهم الأبرار المتقين الأخيار. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلما، ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة. اللهم قدس أرواح الأئمة المجتهدين والخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم انصر ولاة الإسلام، واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد، بقوة جبروتك وعزة ملكوتك، إنك سميع قريب كريم مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والجدب والحرب والقحط والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.